وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وفي لقاء الاتحاد كما عودناكم على حلقاتنا المميزة لشخصيات برزت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم وبعبق الزهور سنكون حاضرون في السنابل للزهور من إمارة أبوظبي منطقة بن ياس. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غيص وسيف ناس يشدبها الظهر والطيب يجزونه بطيب وفي عيالهم يجنى الثمر ما بين طيار وطبيب ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب في العصب أصبح له مقر ويضخ من حاب جانبي على الرويس وفي البحر والسفن من تقدح ظفر هذا اليوم المريب تقدم على الموت الحمر وترهي على الوضع الصعيب منهم مثل سحب المطر والأيام محتاج نتيب وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء لآل الاتحاد كما عودناكم أسبوعيا في استضافات بارزة وناجحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم من إمارة أبو ظبي حاضرون في محل سنابل للزهور مع السيد أنور. أهلين سيد أنور. أهلين. بداية لو تعرفنا على شخصك لجميع مشاهدينا. أنا أنور، أنا أجي من بلاد يعني قبل 20 سنة الحمد لله داخل الإمارات. أنا سوي شغل قبل يعني في بقالة مشان أنا الحين هذا شغل مال زهور كملت الحين 9 سنة. أستاذ أنور، أول ما جيت للإمارات قبل 20 سنة أكيد كان في شوية صعوبات شوية تحديات في البداية للشغل وثم التخصص في الزهور. أنت بتحب الزهور من أول ورود يعني لأنه من بقالة غيرت للزهور؟ لا يعني أنا داخل البلاد وقت صغير أنا أحب يعني شمل الزهور بعد في شوي يعني كريسي أشمل زينة الحمد لله بعدين يعني كيف يعني نسيب ملنا حصلت هذا داخل قلبي كيف أحب هذا شغل حصل. شغلة الزهور والورود لازمها يعني ذوق ولازمها هيك بيكون فيها جمالية للورد وكيف بتصير الباقة، مش أي شخص ممكن يشتغل بالزهور. يقدر إن شاء أي شيء يعني في زباين يجي أي شيء ديزاين يعطينا يقدر. يعني زبون بس يجي بيعطيكم شو بيحب أو أنت بتعمل له الباقة؟ لا يعني في زباين بعد في يجيب لك ديزاين بعد بروحه كيف مال يعني دوكي بعد يسوي يعني ديزاين عادي يعني. نحكي أول ما فتحت المحل هذا من 9 سنين يعني ما شاء الله فترة كبيرة. أول ما فتحت المحل كيف لقيت المنافسة؟ في كثير محلات زهور هون وفي كثير هذا الشغل، كيف ساعدت أن يكون السنابل شيء مختلف عن بقية محلات؟ يعني هذا محل يعني صديق ملانة مفتوح هذا وقت يعني هو يريد يعني سعادة في واحد يعني أنا هو يعني هو اسمه ملي يوسف يعني هو افتح هذا محل
هو يعني يخبر مش علينا انت خليك هذا محل سيشوف بعد يعني شوي بشوي صار المحل يعني معروف. بعد معروف يعني. بعد 20 سنة في الإمارات شو رأيك في العيشة في البلد؟ كيف لقيت الإمارات؟ الحمد لله الحمد لله الإمارات يعني رقم واحد يعني داخل العالم رقم واحد يعني رول موديل ملان هذا الإمارات. إنه استقريت هنا يعني 20 سنة استقرار فاميلي كله هون. الحمد لله انت عايش في هون. مرة واحد فاميلي ملان يجي الحمد لله ما في شيء مشاكل يعني الحمد لله نعمة الله يعني. تمام. سنابل الزهور لو بتحكينا شو الزهور الباقات اللي بتعملوها شو ممكن تزينوا لكل المناسبات تعطينا أكثر تفاصيل على شغلكم. أي شيء إن شاء الله يعني أي شيء يقدر يعني بالمال السيارات مال ماسكات مال الباقات أي شيء مال في ناس يقول يعني ملكة مال يعني زحبة قطوبة أي شيء يعني أي شيء ديزاين كل مناسبات كل مناسبات الحمد لله موجود. هذا الورد من وين يجي؟ هذا يجي يعني من خارج البلاد يعني من هولندا كينيا يعني إثيوبيا هذا شكل يعني مكان يعني في جنس سبع جنس فيه هو وصلين كل يوم بيوم كل يوم يومي يومي يجي. طيب شو في شو أنواع الورد خبرنا عن أنواع الورد. أنواع كل موجودة يعني في يعني زيادة أنواع يعني في طلب يعني في زباين يريد أي شيء سبيشال ورد طلب يقدر انا اجيب لك عادي ما في مشكله يعني الحين موجود جوري بيبي روز يعني بربطوس يعني كرسانتم ليلي يعني كله يحصل ان شاء الله يعني كل الانواع ممكن الباقه يكون فيها اكثر من نوع ورد وكل الالوان تاع الورد ايه كله اي شيء يعني شوف ناس يعني شو يريد كل شيء يحصل. طيب اذا واحد عنده باقه ورد قديش ممكن ضل من يوم لتحافظ يعني على وجوده يعني ورد يجي يعني في انواع غير يعني في جوري ممكن الصبح يجلس اسبوع يعني يفضل اسبوع يعني مع ماي يعني كل يوم يعني شوف يومين يعني بدل ماي قص تحت يعني في داخل البيت في ناس ركب له يعني قص تحت خلي داخل ماي يعني طمي يعني واحد صبح ما يجي يعني خربان يعني اي نفرات يريد جوري يشتري جديد ورد احسن يعني جديد ورد يجي صغير يعني ناس فكري يعني ورد كبير يعني حلو هذا ورد كبير ممكن يومين بس تم بعدين هذا موت يعني يشرب ماء له هذا يجي فتة يعني شكل ناتشرال يجي يعني هذا شكل صبو كده يعني يشتري ورد صغير ممكن يضل أكثر أيوة يعني صبو يعني هذا يمشي تم الصبو بعد في يعني في واحد يعني مال هذا كرسان ده هذا ورد يعني هذا زيادة تم هذا ممكن يعني 10 يوم تم مع ماء مع الماء نغير الماء كل يوم هذا ما في ضروري غير ماء يعني جوري غير احسن في شيء ممكن برودكت بنرش على الورد يضل اكثر لا انا في بس ماء احسن واحد يعني ناتشرال مشان يضل الورد يعني في ناس كلام يعني كوبي بنادول ولا في شيء دواء هذا ما في فايده هذا السر مفتوح سر سكر يعني موت بس يعني يغير ماء يعني السكر يعني سمسم كيميكال هذا خلي مال بنادول ولا في نفرات سي يعني مبيل ناس يقول لي هذا مال عصير مال سبريت ولا شيء يعني يريد سره مفتوح يعني سره مفتوح هذا اوكي يعني مفتوح سره بس يعني سره موت يعني ماي ناتشرال عند الله يعني هذا الطم زياده تمام يعني استعمل يعني مال ماي ناتشرال عايش تمام نخبر شوي عن الباقات الاسعار من الباقات مثلا يعني شو الاسعار يعني اللي عندك ايوه السعر مال الزبون حتى 5 درهم انا موجود من اقل سعر لا ايوه يعني في ناس يقول يعني سعر من زبون كم يعني 5 درهم انا اقدر اعطي يعني انا ما يقول ما يقدر اعطي 5 درهم يعني في 100-150 هذا شكل يمشي يعني كل واحد عنده ميزانيه يعني ميزاني من الزبون اي ميزاني من الزبون انت كم يريد هذا شكل يمشي شو الملاك يعني مو مشكله المصاري ممكن حتى ب 5 درهم يشتري من سنابل احلى ورد أيوة. تمام أستاذ أنور بعد كل هالخبرة وسنوات في هذا القطاع هون بالإمارات في كثير شباب بيحبوا يشتغلوا بدولة الإمارات ويكون عندهم مشاريع مثل هذا المشروع أو غيره ولكن ديما يوجد دايما الخوف من أول خطوة دايما الشباب يخاف من أول خطوة أنه ممكن أفشل ممكن أنا ما أنجح شو أنت ممكن تعطي نصيحة للشباب لا عشان يعني شوف يعني أي شيء أنا أول أنا في سي بيزنس ثاني مال أكارة أنا ما في فرص خلاص يعني زيادة كسارة بعدين هذا الحمد لله يعني في تري أي شباب يعني نفس وقت لا تنوم يعني تري
مره ثانيه اطري جرب. ايه جرب جرب ان شاء الله يجي. يعني انت كيف يعني اطري هذا شكله يجي يعني نسيم اللي انت ولا انت داخل البيت نوم ما امشي ما في فايده اكيد. استاذ انور في عندك اكيد بعض الكلمات لقاده وشيوخ دوله الامارات بعد ما شاء الله كل هالسنوات العايشه هون، كيف ممكن تعبر عن محبتك لهذا البلد؟ الحمد لله. يعني شوف انا يجي من بلاد مال الهند، يعني مصبو مال الشيخ بلادكم مال الامارات. الحمد لله انا زياده يجي نعمه الحمد لله، عشان انا زياده سوي شكر كل الشيوخ، يعني ماي بيج سالوت فور شيخ. أستاذ أنور سنابل للزهور في إمارة أبوظبي منطقة بنية، شكرا لحضرتك وشكرا لقبولك دعوتنا لليوم وتعرفنا على هذا المحل الجميل. شكرا شكرا زيادة. يعني إلى هنا نصل مشاهدينا بهذه الجولة المزهرة لنهاية حصتنا اليوم، ملتقانا في لآلاء الاتحاد الأسبوع القادم في أمان الله.